الدهاء والذكاء والقوة الناعمة تتكلم. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. نقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما نتعدى على حد، اللي تعدى علينا يندم على النهار صراحة. بعبارة شعبية اللي يحوس علينا يلقانا. احنا نعرفوا قيمة الحروب، ما نهضرش على ملايين شهداء، احنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. ارفع راسك يا با، فخامة للشعب الجزائري الحر الأبي والعلا لله العزيز العلي. ومن لا يضع فخامة الشعب الجزائري نورا في عينيه نضعه تحت أقدامنا ترابا وندوس عليه. Mettre fin en éliminant tout le monde. On n'acceptera rien, on ne négociera pas, pas d'interview aux médias, aucune communication, on envoie juste l'armée. Ils veulent la guerre, très bien, ils vont l'avoir. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. الدهاء والذكاء والقوة الناعمة تتكلم، وصحيفة واشنطن بوست تصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزعيم العرب، ووزير الخارجية أحمد عطاف يقطع الشك باليقين بشأن أزمة النيجر ويعطي الحلول اللازمة لحل هذه الأزمة ولتفادي تكرار سيناريو ليبيا. أتمنى منكم فضلا وليس أمرا دعم هذه الحلقة بقوة من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان نوصلكم كل جديد، وعلشان نوصل حكمة وذكاء العقلية الجزائرية في تخطي الأزمات الإقليمية. دعونا في البداية نرى هذا التقرير عن وزير الخارجية أحمد عطاف في حواره مع صحيفة واشنطن بوست، ومن ثم نرى تقريرا عن اتفاق الجيش الجزائري مع جيش النيجر والتنسيق لحماية الحدود الجزائرية النيجرية من أي تهديد خارجي. الدهاء والذكاء والقوة الناعمة تتكلم. وزير الخارجية أحمد عطاف: التدخل العسكري في النيجر مرفوض. وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف يجري حوارا مع صحيفة واشنطن بوست. عطاف كشف أن التدخل العسكري في النيجر مرفوض وسينتهي بالفشل. الوضع متقلب في النيجر ويجب أن تتعامل معه جميع الأطراف، ليس على أساس يومي بل على أساس كل ساعة بساعة. وزير الخارجية أكد أن المشاورات جارية بين العديد من الأطراف مثل إيكواس والاتحاد الأوروبي للوصول إلى الخيار الأنسب في التعامل مع الأزمة. لا يوجد مثال ناجح لأي تدخل عسكري سابق في دول الجوار، مذكرا بليبيا كخيار مثال. إن المجموعات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس من الممكن أن تبدأ تدخلا عسكريا في النيجر، ولكن من غير المعروف كيف سينتهي، مؤكدا أن الخيار العسكري في النيجر هو الملاذ الأخير بالنسبة للمجموعة إيكواس. بعدما رأينا في هذا التقرير الدهاء والذكاء والعقلية الجزائرية التي أرغمت العالم بالاستماع إليها، فالدبلوماسية الجزائرية كما قلنا تجتاح العالم لأن العقلية الجزائرية قادرة على حل الأزمات الإقليمية. دعونا نرى هذا التقرير يؤكد على جاهزية الجيش الجزائري لأي تهديد في الحدود بين النيجر والجزائر. تابعونا للنهاية لأنه سنرى تقرير فرنسي عن استراتيجية الجيش الجزائري والذي يتعامل مع الأزمات خصوصا في احتجاز الرهائن والتفاوض مع الإرهابي. خلونا نشوف هذا التقرير عن الاتفاق بين الجزائر والنيجر ومن ثم نرى هذا التقرير الفرنسي. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الخميس تسيير دوريات عسكرية حدودية مشتركة مع الجارة الجنوبية النيجر لمواجهة التهديدات الأمنية. جاء ذلك في بيان للوزارة عقب لقاء جمع اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة الحدودية والعميد إبراهيم عيسى بولاما نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية في مقر قيادة الناحية في ضمراس جنوب الجزائر. وتناول اللقاء سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين أو البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية. ولفت البيان إلى اتفاق الجانبين على ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني لبرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر. استمعنا
استراتيجية الجيش الجزائري في التعامل مع الأزمات وحالات احتجاز الرهائن، فلا تفاوض ولا تحاور مع الإرهابيين. هكذا كان تقرير الفرنسيين عن الجيش الجزائري. دعونا نشاهد هذا التقرير والذي يؤكد على المقولة الجزائرية: تتعدى حدودك ينتهي وجودك. دعونا نرى هذا التقرير عن الجيش الجزائري الذي لا يحاور الإرهابيين. N'est pas convaincu. Régler la crise. Voilà les ordres que les Algériens ont donnés. Les autorités veulent y mettre fin en éliminant tout le monde. On n'acceptera rien. On ne négociera pas. Pas d'interview aux médias. Aucune communication. On envoie juste l'armée. Ils veulent la guerre. Très bien. Ils vont l'avoir. Abdoul Al-Nigeri, un djihadiste nigérien du groupe, contacte un officier de l'armée algérienne. Il lui demande de venir à l'entrée du site pour négocier en tête à tête. Voici un enregistrement de leur conversation. On veut les prisonniers que vous retenez. Nos camarades qui ont été arrêtés et emprisonnés il y a 15 ans. On en veut 100. Combien ? On en veut 100. Et on est prêt à mourir. Soit vous libérez nos frères, soit nous mourrons. Je vais transmettre vos revendications à mes supérieurs. Le lendemain matin, l'armée algérienne se met en position. Elle déploie 6000 soldats, des hélicoptères d'attaque et ses forces spéciales. Stephen McFall et 4 rescapés repartent vers la base de vie, désormais contrôlée par l'armée algérienne. J'ai enlevé mon t-shirt pour montrer aux soldats qu'on n'était pas des terroristes et qu'on ne portait pas des ceintures d'explosifs. Stephen McFall et ses compagnons demandent aux soldats de porter assistance à Angelito. في نهاية هذا الفيديو بحب أشكركم كثير على المتابعة، كل التحية لكم. كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين، نقول دوما تحية الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة، ونقدم تحية للجيش الجزائري المغوار الذي يحمي الحدود الجزائرية والذي هو شرف لكل عربي ومواطن جزائري. كل التحية لكم، سلام. ارفع راسك يابا، فخامة للشعب الجزائري الحر الأبي والعلا لله العزيز العلي. ومن لا يضع فخامة الشعب الجزائري نورا في عينيه نضعه تحت أقدامنا ترابا وندوس عليه. ارقدوا يا شهداءنا الأبرار في قبوركم آمنين مطمئنين، فأحفادكم شمروا على سواعدهم وأقسموا على استرجاع كرامة كانوا لها فاقدين.